يا مرحبا، حلقة جديدة من فن نيوز بلشت لنمر بجولة على آخر الأخبار على الساحة الفنية. وأول أخباري عن الفنانة هند صبري يلي دايماً بتدعم من خلال منصبها كسفيرة النوايا الحسنة ببرنامج التغذية العالمي الجوع والفقر والمجتمع. نزلت بوست هند وكتبت فيه: بالبلاد يلي عم تواجه مختلف الأزمات من نزاعات وغيرها، غالباً بتاكل المرأة أقل شي ببيتها وبين عيلتها. متخيلين قدي في منهم كان ممكن يكون جزء من المنافسة على كأس العالم للسيدات 2023؟ وقديش ممكن كان في فرص ليتغذوا منيح من عمر صغير؟ سعيدة بمشاركتي لبرنامج الأغذية العالمي بالقضاء على الجوع. وطبعاً لقى هذا البوست تفاعل كبير على السوشيال ميديا، ولقيت هند صبري تفاعل من قبل زملائها وأصدقائها بالوسط الفني. سعد المجرد ينعى الراحلة فاطمة الزهراء الغزواني. بكلمات مؤثرة وحزينة نعى سعد المجرد وفاة اليوتيوبر فاطمة الزهراء يلي وصفها بأخته بعد معاناة مع المرض. وشارك سعد صورة مع الراحلة فاطمة على إنستغرام معلق فكتب: قلبي انهز من لما سمعت بهذا الخبر، اختي فاطمة الزهراء الغزاوي بذمة الله، يا رب ارحمها وصبر اهلها وصبرنا حتى نحن على فراقها. عانت فاطمة من مرض نادر معروف باسم جفاف الجلد المصطبغ او اكس بي، واشتهرت بدفاعها عن اطفال القمر وكانت عم تشارك معاناتهم اليومية، وكانت تعتبر من اهم الناس يلي بيقدموا محتوى انساني. مطالبات واسعة من قبل الجمهور بتقديم جزء ثاني من مسلسل سيب ونسيب. صدر مسلسل سيب ونسيب محركات البحث وترند مواقع التواصل بعد عرض الحلقات التاسعة، وأجت مطالبات واسعة من قبل الجمهور بعد ساعات قليلة من عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل سيب ونسيب، وطالب الجمهور بتقديم جزء ثاني منه، خصوصي انه عدد كبير من الناس ارتبطت بشخصية ابراهيم وبيلا وصراعهم الدائم بحب ونكد وغيرة وتمثيل هاي العلاقة الحلوة والصعبة يلي تمنى الكثير منهم انه ما تخلص. ولكن الصورة النهائية بالحلقة الأخيرة ورجعت بيلا لابراهيم خلت الكثير من الجمهور يطالب بجزء ثاني، وبما انه النهاية كانت مفتوحة فمن المتوقع يصير هذا الشيء. لهون بكون وصلت لآخر خبر بحلقة اليوم، بشوفكن انا ان شاء الله بكره بيوم وحلقة جديدة حملة معها آخر وأهم الأخبار على الساحة الفنية وأكيد شي ترندات تصدرت السوشيال ميديا بال24 ساعة الماضية. ومن هون لوقتها تبقوا بألف خير.